كويس الاربع نفات اربع يوم. ايوه المدرسه بعد عمر كردو الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الجرون. نحن حاليا على طريق قرية كورك، عم نشتغلوا طبقة بقايا مقالع بطول 2.5 كيلو بعرض 6 بسماكة 15 سنتي كمرحلة أولى. المرحلة الثانية رح تكون طبقة جرابية كلسية كمان بطول 2.5 كيلو بسماكة 15 سنتي مضغوطة. فنحن على موقع العمل هلا، نحن مرحلة الدحل وتثبيت الأرضية تجهيزا لعملية فرش الجرابية. الكلفة التقديرية للطريق كانت 14,600,000، قيمة الإحالة 9,650,000. فالعمل جاري هون وبكذا جبهة ثانية. مثلا في عنا طريق عم نشتغله بقرية بنات علي بطول 1600 متر بعرض 6 أمتار، طبقة جرابية كلسية مرحلة ومرحلة طبقة بقايا مقالع بتكلفة 6,800,000، قيمة الكشف التقديري. هلق العمل جاري هناك مرحلة البقايا ومرحلة إفراغ مواد جرابية كلسية لجزء من الطريق. وبجبهة قرية كلتات طريق طول 3 كيلومتر بعرض 6 سماكة 15 سنتي جرابية كلسية بتكلفة إجمالية 9,000,000. العمل جاري هناك مرحلة الفرش ودحل وخلط المواد. قيمة الإحالة كانت 6,950,000. وفي عنا جبهة رابعة بقرية دناي، عم نشتغل طريق بطول 2 كيلومتر بعرض 6 بسماكة 15 سنتي جرابية مضغوطة بكلفة تقديرية 8,000,000. العمل جاري على أتم وجه ومع فرش المناطق المنخفضة بمادة البقايا تجهيزا لفرشها بمادة الجرابية الكلسية لحماية جسم الطريق من الانتزاع. وحاليا عم نشتغل مرحلة جسور جسر بقرية تشارخلي بنموذج 3 فتحات بكلفة تقديرية 4,600,000. وجسر بقرية طباش نموذج 3 فتحات بكلفة تقديرية 4,650,000. وجسر في قرية أبو حية نفسها اللي عم نشتغل فيها الطريق على مجرى النهر موجود هون، عم نشتغل جسر نموذج 4 فتحات بكلفة 6,500,000. تقريبا الجسر مرحلة الانتهاء امبارح كان الصبة النهائية.